السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مرؤة من قناة كروشيه أو منوعات. إن شاء الله النهاردة هننفذ القطعة دي مع بعض. دي زي ما البطرون واضح قدامك اهو، هو دي القطعة اللي طلعت منه، شكلها شيك جدا ومرتبة ما شاء الله، تنفع في حاجات كتير، تنفع كوفية، تنفع برتوفيه، تنفع شلطة. الغرزة دي طبعا بتستخدميها طبعا بجميع انواع الخيوط عادي، مفيش مشكلة. كده كده انتي بتنفذي الباترون، الخيط طبعا بيدي معاك السمك اللي انتي عاوزاه. هنبدأ كده بسم الله على بركة الله. طبعا لو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واللي بتتابعوني من اي بلد. كده بعد ما خلصت 26 سلسلة هنبدأ ب26 سلسلة عدد زوجي. بعد كده هنرتفع سلسلة وهنفوت السلسلة الأولانية، بعد كده هندخل في السلسلة التانية. نبدأ من هنا كده اللي هي الغرزة رقم 25، هنبدأ فيها على طول غرزة حشو. احنا بنشتغل على الجهة الخلفية للسلسلة زي ما وريتكم كده عشان الشغل يطلع شيك ومرتب معاكي. هنا كده عملنا اول غرزة حشو، طبعا احنا مرتفعين سلسلة يبقى كده 2 غرزة حشو معانا. وبعد كده هنعمل 2 سلسلة، بعد كده هنفوت 2 غرزة سلسلة اللي تحتيهم دول، بعد كده ندخل في التالتة هنعمل 2 غرزة حشو، واحد في كل غرزة. طبعا غرزة هنعمل اول غرزة حشو اهي، بعد كده في الغرزة اللي بعدها على طول هنعمل غرزة حشو تاني. يعني احنا عملنا 2 حشو، وبعد كده عملنا اهو كده 2 حشو، بعد كده عملنا 2 سلسلة فوتنا تحتها غرزتين، وبعد كده عملنا 2 حشو. هنعمل دلوقتي 2 سلسلة، هنفوت غرزتين وهندخل في التالتة نعمل حشو. بعد كده الغرزة اللي بعدها برضو هنعمل غرزة حشو. نعمل 2 سلسلة، بعد كده هنفوت برضو غرزتين وندخل في التالتة هنعمل غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها برضو هنعمل حشو. زي ما واضح عندنا كده في الباترون، من البداية بنرتفع سلسلة من ناحية الشمال اهي، نعمل 2 حشو 2 سلسلة 2 حشو 2 سلسلة وهكذا لحد ما بنكمل باقي الصف كله. اهو كده بعد ما خلصت الصف كله زي ما الباترون شارح بالظبط، 2 حشو 2 سلسلة 2 حشو 2 سلسلة، وبعد كده بتكملي لحد اخر الصف. هو الشرح كله يعتبر في الاربع او الخمس صفوف دول لازم شرح تفصيلي. كده هنرتفع 3 سلاسل من ناحية اليمين اهو واضح معانا، بعد كده هنلف الشغل بتاعنا. هنعمل في اول فراغ 2 غرزة كلاستر ما بينهم 2 سلسلة. دي غرزة الكلاستر للي مش عارفها، هو انا شرحها هنا في الفيديو، لو عايزين شرح اكتر هنزل لكم الرابط بتاع الفيديو في الوصف، شرح غرزة الكلاستر من البداية. كده عملنا غرزة كلاستر، هنعمل 2 سلسلة ما بينهم. هو المفروض هنا هنعمل 2 غرزة كلاستر ما بين كل غرزة والتانية 2 سلسلة. كده عملت 2 سلسلة، هرجع تاني اعمل في نفس المكان غرزة كلاستر. بعد كده اخش في الفراغ اللي بعديه دوت، هعمل 2 غرزة كلاستر ما بين كل غرزة والتانية 2 سلسلة. لو هنا بصوا انا اتنقلت على طول من غرزة الكلاستر ديت للغرزة اللي بعدها، ما عملتش هنا سلاسل. السلاسل بتكون بس ما بين الغرزتين اللي في الفراغ. كده عملت غرزة كلاستر، بعد كده 2 سلسلة، بعد كده هعمل تاني غرزة كلاستر. يعني بقى كده ارتفعنا 3 سلاسل، عملنا غرزة كلاستر 2 سلسلة، وبعد كده غرزة كلاستر، وبعد كده على طول في الفراغ اللي بعديه كلاستر 2 سلسلة كلاستر، وبعد كده في الفراغ اللي بعديه برضو هشتغل على طول غرزة كلاستر اللي هي عبارة عن عمود مش مقفول للآخر، أو 3 عمود مش مقفول للآخر. بصوا كده، وبعد كده بنقفلهم مرة واحدة، بعد كده 2 سلسلة، بعد كده نعمل غرزة كلاستر تاني في نفس المكان.
هنكمل برضو بنفس الطريقة لحد ايه قبل الاخير خالص، عشان خاطر اوريكم هنقفل ازاي الصف. هنا خلصت كله معاكم زي ما قلت لكم. بعد كده هنا في اخر حتة اللي هي التستلة اللي احنا ارتفعناها في الاول خالص، هنقفل فيها بعمود بلفة. لازم نتأكد ان الخيط جاي معانا كده، هبصوا زي ما وريتكم كده تحت الابرة. بعد كده هنقفل بعمود. بعد كده هنرتفع بقى للصف اللي بعديه. نركز بس عشان ايه الشرح مهم جدا، لان اول 5 صفوف مهمين. ارتفعنا كده سلسلة، لفينا الشغل، هنعمل هنا نفس المكان غرزة حشو. بعد كده هنرتفع سلسلة، سلسلة واحدة بس. وبعد كده على طول في الفراغ دوت هنعمل 2 حشو، هنعمل غرزتين حشو في اول فراغ ده هيقابلنا. هنعمل هنا كده 2 غرزة حشو. بعد كده هنعمل 2 سلسلة، وندخل كده في الفراغ اللي بعديه هنعمل برضو 2 غرزة حشو. وبعد كده نرتفع برضو 2 سلسلة، وفي كل فراغ هنعمل 2 غرزة حشو. يعني هنا في كل فراغ هنعمل 2 غرزة حشو. نرتفع كده برضو 2 سلسلة، ونعمل في الفراغ اللي بعديه دوت 2 غرزة حشو. نعمل كده 2 حشو، بعد كده 2 سلسلة. هنا في الفراغ دوت اللي هو ما بين كل غرزة كلاستر والتانية اللي هو في ال2 سلسلة بنعمل 2 حشو. كده بنعمل 2 سلسلة، نيجي في الفراغ اللي بين كل غرزة كلاستر والتانية اللي هو 2 سلسلة بنعمل 2 حشو. نيجي هنا بقى نعمل غرزة سلسلة واحدة، وفي اخر غرزة من ال3 سلاسل اللي احنا ارتفعناهم قبل كده هنعمل غرزة حشو. لو دلوقتي هقول لكم الغرزة بتاعت السلسلة دي احنا عملناها دي اصلا. هنرتفع كده للصف اللي بعديه ان شاء الله، نرتفع كده، نرتفع كده 3 سلاسل زي ما وضحت كده في الباترون اهو في الصف اللي هو الرابع. نرتفع 3 سلاسل، بعد كده هنعمل غرزة سلسلة تاني على التلاتة، يبقى كده يعتبر 4 سلاسل. تمام، هنلف الشغل بتاعنا. السلسلة اللي احنا عملناها في الأول هي دي اللي هنعمل فيها غرزة كلاستر واحدة. يعني هنعمل كده في الفراغ ده غرزة كلاستر واحدة، 3 عمود مش مقفولين للآخر، وبعد كده بنقفلهم كلهم بغرزة واحدة. ونيجي على طول على الغرزة اللي بعدها، هنعمل 2 كلاستر 2 سلسلة ما بين كل غرزة كلاستر يعني والتانية 2 سلسلة. كده عملنا اهو اول واحدة كلاستر، هنعمل 2 سلسلة، بعد كده نعمل ايه غرزة كلاستر تاني. هنا كده ارتفعنا ل3 سلاسل وعليهم سلسلة، يبقى كده 4 سلاسل. وعملنا في اول غرزة ديت اللي هي عملنا غرزة كلاستر، وبعد كده في الفراغ ده عملنا غرزة كلاستر 2 سلسلة غرزة كلاستر. وهنكمل كده الفراغ اللي بعديه دوت هنعمل غرزة كلاستر. كده عملنا غرزة كلاستر، نعمل 2 سلسلة، وبعدين هنعمل غرزة الكلاستر التانية في نفس المكان. طبعا الموضوع بيبقى سهل جدا على اللي بيعرف يقرأ باترون. برضو هنزل لكم الرابط بتاع شرح الباترون وازاي تعرف تقرأي باترون في صندوق الوصف عشان يبقى سهل عليكم. او كده هنكمل في نفس في كل فراغ فيه 2 سلسلة هنعمل نفس الحكاية اللي هي غرزة كلاستر 2 سلسلة غرزة كلاستر، لحد ما نوصل للاخر خالص عشان اوريكم هنقفل ازاي زي في اول السطر.
احنا كده بعد ما عملت زي ما قلت لكم في كل فراغ 2 غرزة كلاستر ما بينهم 2 سلسلة. بعد كده هنيجي هنا عشان السلسلة اللي احنا ارتفعناها قبل كده او اللي عملناها قبل كده هنعمل غرزة كلاستر واحدة في نفس المكان. بعد كده هنعمل سلسلة بعد كده هنقفل بغرزة عمود. بعد كده هنرتفع بقى للصف اللي بعديه هنرتفع بغرزة سلسلة. هنلف الشغل نفس المكان هنعمل غرزة حشو والغرزة اللي بعديها برضو هنعمل غرزة حشو تمام. بعد كده هنعمل هنا كده عملنا 2 غرزة حشو. بعد كده هنعمل 2 سلسلة فوق الـ2 كلاستر دول اللي هما اللي مقفولين مفيش بينهم سلاسل. بعد كده هنخش في الفراغ دوت هنعمل 2 حشو زي ما اتفقنا. بنعمل ما بين الفراغين اللي هو ما بين غرزة الكلاستر اللي هو معمول فيها 2 سلسلة بنعمل غرزتين حشو. بعد كده هنعمل 2 سلسلة. بعد كده في الفراغ اللي بعديه هنعمل 2 حشو. بعد كده 2 سلسلة وفي الفراغ اللي هو ما بين الغرزتين الكلاستر اللي هو 2 سلسلة هنعمل 2 حشو. هنيجي بقى هنا في الغرزة ديت اللي هي بتاعت الكلاستر هنعمل 1 حشو ونعمل اخر واحدة في الايه في الارتفاع اللي احنا كنا مرتفعينه قبل كده تمام. كده عملنا اخر حاجة 2 حشو. بعد كده هنرتفع للصف اللي بعديه هنرتفع 3 سلاسل بس وكده نلف الشغل بتاعنا. نيجي على طول في الفراغ دوت هنشتغل 2 كلاستر ما بينهم 2 غرز السلسلة. نعمل اول 1 كلاستر بعد كده نعمل 2 سلسلة بعد كده نعمل غرزة الكلاستر التانية في نفس المكان. او كده ارتفعنا 3 سلاسل وعملنا غرزتين كلاستر ما بينهم 2 سلسلة. هنكمل برضو نفس الصف كده بنفس الطريقة كلاستر 2 سلسلة بعد كده كلاستر في نفس الايه في نفس الفراغ. هنكمل كده كل الصف بنفس الطريقة. نكملها كده لحد الاخر. في الاخر خالص هنقفل بعمود زي ما قلت لكم طالما ارتفعنا هنا 3 سلاسل ونقفل اخر غرزة بعمود بتاع عمود. هنا بقى نخلي بالنا عشان هنا يا جماعة كل صف بنرتفع له بعد غرز الكلاستر بيكون مختلف لان هنا الصف ده بدأناه بـ2 كلاستر وما بينهم 2 غرزة سلسلة. الصف ده بدأناه بغرزة كلاستر واحدة وبعد كده بدأنا نعمل الـ2 كلاستر وما بينهم 2 سلسلة. فالصف اللي بعديه ده هنرتفع ان احنا نعمل غرزة حشو بعد كده سلسلة بعد كده 2 حشو بعد كده 2 سلسلة وهنكمل. يعني احنا نخلي بالنا الباترون المرسوم على كده فاحنا نخلي بالنا ان احنا هنعمل نفس الطريقة. هنرتفع كده هنا سلسلة هنعمل في نفس المكان غرزة حشو بعد كده هنعمل سلسلة تمام. بعد كده في كل فراغ من الفراغات اللي بين الكلاستر هنعمل 2 حشو تمام. بعد كده نعمل 2 سلسلة بعد كده في كل فراغ هنعمل 2 حشو تمام. انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو بس هو فعلا لازم يتشرح كله عشان خاطر تبقوا واخدين بالكم منه. اللي بيعرف يقرا باترون طبعا هيبقى عارف هو ماشي ازاي واللي ما بيعرفش يتعلم. وان شاء الله تكون الشرح سهل وبسيط عليكم. لو وصلت الوقت دوت تتفرج عليا ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد تمام. اهو كده هنعمل في كل فراغ 2 حشو وما بين وفوق كل 2 كلاستر 2 سلسلة
زي ما احنا كنا بنعمل تحت. هو بس المختلف في اول الغرز، هنا هنعمل سلسلة، وبعد كده هنعمل هنا في اخر حاجة غرزة حشو، تمام. بعد كده برضو نرتفع 3 سلاسل، لف الشغل بتاعنا، هنعمل سلسلة تاني خلاص، وهنعمل هنا غرزة كلاستر. وعشان تطمنوا اكتر ممكن تعدوا كل صف اللي هو يطلع معاكم برضو 26 سلسلة، تمام. هنا هنعمل غرزة كلاستر، وفي الفراغ اللي بعديه على طول هنعمل 2 كلاستر. ادي واحد عمود، طبعا بنعمل عمود 3 عمود زي ما قلنا، وايه ما بنقفلهمش للاخر، بعد كده بنقفلهم كلهم. كده عملنا 1 كلاستر، هنعمل 2 سلسلة، وهنكمل برضو بنفس الطريقة، ان في كل فراغ هنعمل 2 كلاستر ما بين كل واحدة والتانية 2 سلسلة، لحد ما بنوصل لاخر الصف هنعمل برضو زي ما عملنا قبل كده. عملت بنفس الطريقة 2 غرزة كلاستر في كل مكان، في كل فراغ، وعملت بين كل واحدة والتانية 2 سلسلة، لحد ما بنيجي برضو للاخر هنا، وهي اللي هي غرزة السلسلة دي هنعمل فيها 1 كلاستر بس. هنعمل غرزة كلاستر واحدة، تمام، بنقفلها كده. بعد كده بنعمل سلسلة، بعد كده بنقفل هنا بغرزة حشو، بغرزة عمود اسفل، نقفل هنا بعمود بلفة، تمام. كده شكلها معايا، كل طبعا ما هترتفعوا اكتر كل ما الغرزة تبان معاكوا اكتر، اهو زي هنا كده، زي هنا كده اهي. يا رب تكون سهلة وبسيطة وشرح يكون واصل ليكم. اهو كل ما هترتفعوا اكتر كل ما الغرزة هتبان اهو كده، يا رب تكون باينة معاك. هو اللون مش واضح، هو اللون بينك بس اللون مش واضح معاك وفي الكاميرا اوي عشان الاضاءة، تمام. اهو هنرتفع برضو، بعد كده هنعمل هنا سلسلة، وبعد كده هنعمل 2 حشو، وبعد كده هنعمل 2 سلسلة ما بين دول، تمام. هنعمل 2 حشو، وبعد كده 2 سلسلة، وبعد كده 2 حشو، 2 سلسلة، 2 حشو في كل فراغ، وهنكمل بنفس الطريقة. وبعد كده لما نرتفع هنعمل الصف اللي هو زي ده، هنعمل الصف اللي بعد اللي انا قلت عليه دلوقتي، هنعمل زي ده كده 2 في كل فراغ، هنعمل 2 كلاستر وما بينهم 2 سلسلة. وبعد كده الصف اللي بعديه هنرتفع بنفس الطريقة اللي احنا ارتفعنا فيها هنا، اللي هي غرزة حشو سلسلة، 2 غرزة حشو في كل فراغ، بعد كده 2 سلسلة وهكذا. وبعد كده الصف اللي بعديه هنرتفع زي كده، اللي هو 3 سلاسل، وبعد كده سلسلة، يعني 4 سلاسل، وبعد كده غرزة كلاستر، وبعد كده نعمل في الفراغ في كل فراغ برضو 2 كلاستر و2 سلسلة، وهكذا لحد ما نخلص بنفس الطريقة. يا رب ان شاء الله يكون شرح سهل وبسيط عليكم، وكل حاجة توصل لكم بسهولة ويسر، واكون خفيفة على قلبكم ان شاء الله. شاروا الفيديو بقى على قد ما تقدروا، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.